إخواني أخواتي، سلام الله، سلام الله عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد، أحييكم جميعا وأشكركم على دعمكم لقناتنا وعلى اهتمامكم. كما ترون معي هنا إخواني أخواتي، بالنسبة لدرس اليوم كما ترون على اللوحة وعلى السبورة، سيكون بخصوص سوف نتعلم فيه إن شاء الله الأرقام من 40 حتى 100 كما ترون معي هنا. سنبدأ إن شاء الله. 40 كوارنتا كوارنتا، 50 سينكوينتا سينكوينتا، 60 سيسنتا سيسنتا، 70 سيتنتا سيتنتا، 80 أوتشنتا أوتشنتا، 90 نوبنتا نوبنتا، ومئة سين سين. سأعيد، قلنا 40 50 60 70 80 90 100. سأعيد آخر مرة، قلنا 40 50 60 70 80 90 100. قبل أن أكمل، أريد أن أشير بعجالة إلى نقطة مهمة بخصوص الفيديو الماضي حول الأرقام. كنت قد خصصته فقط للأرقام من 20 إلى 30، واليوم قد خصصت كما تروا معي من 40 إلى 100. والسبب الذي خصصته في هذا الفيديو فقط للأرقام من 20 إلى 30 هو اختلاف طريقة كتابة هذه الأرقام، اختلافها يعني عن الأرقام من 40 أو من 30 إلى 100. وهذا الاختلاف يعني باختصار يكمن أن الأعداد من 20 إلى 30 أو من 20 إلى 29 بالخصوص، يعني 21 22 23 24 كما شاهدنا في الفيديو الماضي، 25 26 27 28 29، يعني تكتب يعني على هذا الشكل بشكل متواصل. يعني مثلا 24 مثلا تكتب على هذا الشكل، بين 24 في ككلمة واحدة، يعني تكتب 24 مثلا 22 مثلا، هذه 24 24 مثلا 22 22 تكتب كذلك كما لو كانت كلمة واحدة، بين 22. والإي التي يعني استعملت هنا هي إي الأخرى وليست إيغريا، يعني هذه كما تشاهدون معي ليست هذه الإي، ولكن الإي الأخرى وضعت يعني في الوسط كما ترون. والأرقام تكتب كما لو كانت كلمة واحدة، يعني كذلك 25 تكتب على هذا الشكل. ولهذا يعني خصص فيديو الماضي فقط الأرقام من 20 إلى 30. أما بخصوص الآن بخصوص الأرقام يعني من 30 حتى 100، كما هنا شاهدنا 40 50 60 70 80 90 100، يعني وبين هذه الأرقام يعني من 40 إلى 50، لكي نقول مثلا 41 أو ابتداء من 30، يعني مثلا 31 32 33 أو 45 أو 47، يعني ما بين هذه الأرقام كلها، يعني بالنسبة للأعداد الوحدية يعني كلها تكتب بهذه الطريقة. يعني مثلا 40 مثلا 41 40 يونو 40 يونو 42 43، يعني ليست لا تكتب ككلمة واحدة كما شاهدنا في الدرس الماضي، يعني في الأرقام حول الأرقام من 20 إلى 30 تكتب ككلمة واحدة، أما الباقي يعني من 30 إلى 39 مثلا نقول 31 32
33 30 اي 4 يعني 30 تكتب كلمه واحده وبعد ذلك اي اي يعني وا باللغه الاسبانيه هذا الحرف فقط اللي هو اي غريغا بالاسبانيه له معنى يعني وا اللي كان اقول مثلا خوان اي خوسيه مثلا خوان وا خوسيه مثلا او كما قلنا مثلا محمد واحمد مثلا خوان اي خوسيه مثلا نستعمل هذا الحرف يعني هو يعني وا كذا وكذا مثلا اي يعني تكتب 30 يعني ويكون يعني مساحه بينهم ونكتب حرف اي غريغا يعني وا يعني 30 وواحد 30 اي اونو 40 اي دوس مثلا 42 مثلا 50 اي 4 يعني من 30 الى 40 30 y 1, 30 y 2, 30 y 3, 30 y 4, 35, 30 y 6, 30 y 7, 30 y 8, 30 y 9. والعدد الأخرى التي عندنا هنا كذلك. مثلا 50 y 1, 2, 3 إلى حد y 9. 50 y 9. 80 نفس الشيء مع 80 80 يعني باش نقول من 81 إلى 89. يعني 81 82 83 84 85 86 87 88 89 يعني الى 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 اللي هي 99 يعني 99 ونصل إلى 100 اللي هي 100 أريد أن أشير إلى نقطة مهمة قبل أن أنهي هذا الفيديو يعني بخصوص كلمة 100 يعني 100 فقط تكتب وتنطق 100 على هذا الشكل حين يتعلق الأمر فقط حينما نقول فقط 100 لو زاد العدد عن 100 مثلا ولو 101 لا تكتب 100 ولا تنطق هكذا يعني تصبح نضيف لها تي او فتصبح ciento يعني مثلا ciento y uno ciento y uno مثلا ولو اردت ان اقول مثلا 101 او 120 او 100 الى حد 199 يعني من 101 الى 199 تصبح ciento يعني ciento uno تن 199 اللي هي 199 تكتب وتنطق 100 يعني تكتب 100 وتضاف الى تي او 100 على هذا الشكل على هذا الشكل 100 ولكن فقط عندما يتعلق الامر بالأرقام من 101 إلى 199 أما فقط مثلا قلت لو أردت مثلا قول 100 أورو مثلا يجب علي القول 100 يوروس يعني بدون تي أو فقط إلى حد N 100 100 يوروس مهم أظن أن وضحت هذا الأمر بما يكفي أشكركم جزيل الشكر أصدقائي صديقاتي على اهتمامكم وعلى دعمكم لقناتنا ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم في القريب العاجل تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.